احكي لك حدوته الفيوم في اطار انه احنا النهارده لو حضرتك اكيد قريت دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان موجود النهارده في الفيوم. ليه؟ بيتابع مشروعات مبادره حياه كريمه، المبادره الرئاسيه بتاعتنا، وهو هناك في الفيوم. طب تعالى نشوف دكتور مصطفى كان الصبح موجود هناك في المحافظه وبدا يشوف سير العمل في عدد من المشروعات الخدميه والتنمويه الى اخره. طيب انا عايز اعرف اللي بيحصل في الفيوم ايه؟ الفيوم حدوته، وحدوته مهمه، بس حدوته حلوه. تعالوا نحاول نعرف ايه اللي جرى النهارده في الفيوم، والى ماذا وصلت الفيوم على الاقل في اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه. فخلينا ناخد معانا على التليفون دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم. اهلا 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 دكتور احمد. اهلا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ ازاي الصحه دكتور؟ كله تمام؟ الحمد لله، كله تمام الحمد لله. كيف حال الفيوم البديعه؟ جميلة كعادتها، وان شاء الله تبقى اجمل واجمل كل يوم عن يوم ان شاء الله بدون مقاطعه. قدها وقدود يا دكتور. اخبار حياه كريمه هناك، احنا عارفين انه كان دكتور مصطفى مدبولي عند حضراتكم الصبح، وعايزين نعرف ايه اخر ما وصلنا اليه في اطار مبادره حياه كريمه. مبادره حياه كريمه في محافظه الفيوم معنيه بمركزين، المركزين دول يمثلوا تقريبا حوالي 30% من المساحه والسكان، مؤثره في ثلث المحافظه تقريبا. مركزي قصر ويوسف الصديق. معدلات التنفيذ كانت في مرحله يمكن من كذا شهر، في شهر 3 او في شهر مارس اللي فات، كان فيها تباطؤ بشكل معين. كان في ضغط الفتره يعني من شهر 3 لغايه النهارده، معدلات الانجاز بقت اسرع، عدد من المشروعات اكثر من 400 مشروع انتهت بنسبه 100% في قطاعات مختلفه، ما بين مجمعات خدميه ومجمعات زراعيه وشبكات كهرباء، توصيل مياه الصرف، مياه الشرب والصرف الصحي لقطاعات كثيره، توصيل الانترنت فائق السرعه في قطاعات كثيره او في قرى كثيره. طبعا في زخم غير طبيعي في هذه المبادره. هي المبادره فعلا زي ما دوله رئيس مجلس الوزراء بيقول عليها، هي مبادره القرن، او هي دي عنوان الجمهوريه الجديده. صح. فطبعا حجم الاعمال كبيره، يوم عن يوم بتفرق معدلات الانجاز كثيره، والمتابعه اليوميه عليها غير طبيعي من كل بقى المستويات يعني. ففيها اهتمام كبير وفيها زخم كبير. كان لازم النهارده دوله رئيس مجلس الوزراء يشوف قريه اللي هي قريه قلهانه اللي في مركز قصه، يشوف حجم العمل وصلنا لفين في مجمع متكامل. بمعنى احنا وقفنا عند المجمع الخدمي الاول، ده نسبه الانجاز فيه 100%، خلاص مراحل التشغيل هذا المركز خلال الايام القادمه ان شاء الله يبقى داخل حيز التنفيذ. المدرستين اللي على جانبي المركز شغالين من العام الدراسي اللي انتهى، والعام الدراسي القادم طبعا هم شغالين خلاص. مدرسه قلهانه الابتدائيه ومدرسه قلهانه للتعليم الاساسي دول اشتغلوا بالفعل، توسعه اجنحه ورفع كفاءه المدرسه بالكامل، مكتب البريد تم تشغيله، المجمع الزراعي قرب على الانتهاء، الوحده الصحيه في نفس الموقع برضه نسب الانجاز فيها دي انشاء جديد، ودي برضه يعني نسب انجازها برضه مرتفعه. كل ده ومركز الشباب برضه في نفس المربع، مشهد متكامل للمبادره في احد القرى الهامه. احنا بنتكلم في هذه القريه فيها اكثر من 40,000 نسمه. طبعا شكل الخدمات اختلف، طريقتها اختلفت، هتنتهي بقى بانتهاء كافه اعمال المبادره ورصف الطرق الداخليه والرئيسيه في القريه، المشهد بقى يبقى حاجه ثانيه خالص. احنا بنتكلم في اسابيع او يعني على نهايه شهر 9 اول 10 هنشوف مشهد مختلف في هذه القريه تحديدا يعني. طيب ان شاء الله. والقرى الاخرى تباعا، احنا بنتكلم في 63 قريه في المحافظه. كويس قوي قوي قوي. اكثر من 600 تابع، يعني احنا بنتكلم يعني النموذج ده موجود في 63 قريه واكثر من 600 تابع، المشاهد كبيره جدا. المكون تاني برضه في المبادره الرئاسيه حياه كريمه محطه مياه العذب، ودي برضه احد المحطات الضخمه في جمهوريه مصر العربيه، طبعا مش في المبادره بس، محطه ضخمه بتنتج 600,000 لتر مكعب في اليوم مياه شرب، واحد المحطات الرئيسيه اللي بتغذي محافظه الفيوم. وبرضه عشان المشاهدين يبقوا معانا، محافظه الفيوم بتغذى من 3 محطات رئيسيه، دي احدهم. الثلاث محطات داخلين في المبادره الرئاسيه حياه كريمه لتحسين مياه الشرب لكافه مراكز المحافظه بالكامل. احنا بنعرضها اهو قدامنا على الشاشه.
ومحطه مياه طوميه. الثلاث محطات دول هي دي مصدر الميه النقيه اللي تدخل لاهالينا في محافظه الفيوم، والثلاثه فيهم نسب اعمال ونسب انجاز مختلفه ومتفاوته. ويعني مثلا محطه العدد اللي كنا فيها النهارده هتنتهي اعمال التوسعه فيها في مارس 2023. أيوة. المحطه فعلا ضخمه جدا ومساحتها كبيره وانتاجها عالي جدا. طب احنا كده بنتكلم على نسبه انجاز لا تقل عن 85%. الدوله في رئيس مجلس الوزراء النهارده هو محور التنميه الحضريه، وده احد المحاور التابع للمبادره الرئاسيه تطوير عواصم المدن. أيوة. يعني غير ان الدوله مهتمه بانشاء مجتمعات عمرانيه جديده ومدن جديده ومدن ذكيه والجيل الرابع من هذه المدن، مهم جدا ان احنا عواصم المحافظات القديمه يتم الاهتمام بيها. الزياره بدات باستقبال دوله رئيس مجلس الوزراء والساده الوزراء في مدخل مدينه الفيوم اللي اتعمل فيه اعمال تطوير سبع سوائي. السبع ايوه بقول لحضرتك السبع سوائي. لا الاول مدخل المدينه، بعد كده منطقه السوائي اللي اتعمل فيها تطوير شامل للمنطقه، وحاجه يعني فاخره. الاعمال الانشائيه كلها انتهت بالكامل. حاليا في بدايه التشغيل التجريبي، والمنشات اللي على جانبي السوائي يتم تشغيلها بالكامل بقى ما بين مطاعم وكافيتريات ويعني اماكن جلوس عامه، ويعني اللي عايز يجي يتفسح في السوائي ويقعد من غير ما يبقى قاعد في اي مكان، يعني في منطقه مفتوحه هيلاقي المكان ده. اللي عايز ياكل او اي مكان ترفيه هتلاقي مكان ترفيه يعني عالي. الصور بتخلي تتكلم عن نفسها اكتر يعني. طبعا طبعا. غير بقى السوائي نفسها اللي تم تطويرها بالكامل، الاربع سوائي اللي في المكان ده تم تطويرهم بالكامل. يعني اترفعت السوائي القديمه اللي كانت في حاله يعني سيئه جدا، اترفعت بالكامل وتم يعني اعاده هيكلتها من جديد، ونزول السوائي وشغاله الاربع سوائي بكامل طاقتها. انا شايفها هي على فكره برضو للمشاهدين هي ملهاش وظيفه فعليه دلوقتي خالص. ولكن آه. هي احد الرموز التاريخيه صح. لهذه المحافظه. احنا بنتكلم في حاجه عمرها اكتر من 2000 سنه. فاكر يا دكتور كلنا كاطفال وك يعني كنا بنروح المدرسه طبعا، يعني رحله الشتاء دكتور احمد في وقت المدرسه كنا بنروح. دكتور احمد فاكر لما طلعت إشاعة إنه هيتم إزالة السوائي وطمس هذا المعلم في الفيوم؟ على فكرة الحاجات دي الواحد بيحبها، لأن لما الواقع بيطلع بيرد بقوة. آه والله صح. من غير ما نلفي. آه الواقع يعني الصورة قبلك. قبلك فعلا من أي رد، يعني اللي يقول إن إحنا هنزيل قيمة تاريخية زي كده يعني هو غير عاقل اللي يقول كده بصراحة. لكن لما احنا نحافظ على الأثر ده، هو مش أثر ولكن على هذه القيمة التاريخية طبعا، ونرجعها لأصلها تاني وشكلها اللي يليق ببلدنا وبمحافظة وبتاريخ كلنا مرتبطين بيه كأجيال كتيرة راحت الفيوم في أعمار مختلفة. صحيح. احنا حريصين جدا إن الشكل يبقى لائق ومواكب للعصر، وفي نفس الوقت محافظ على الطابع الريفي للمحافظه. يعني لو حضرتك تلاحظ المباني اللي معموله على جانبي المكان مراعاه فيها، لان معمول فيها دراسه معماريه دقيقه جدا طبعا قبل انشائها. الموضوع مش معمول يعني بشكل عشوائي خالص، بالعكس ده معمول فيه دراسه معماريه بشكل جيد جدا، استفاده من المكونات الطبيعيه اللي موجوده في المشروع ما بين بحر يوسف، الهرم المقلوب اللي موجود في قصر الثقافه، السوائي نفسها في شكل معمول في جهد كبير، واغفال ان الجهد ده اتعمل ده يعني لا رد عليه غير الصوره والواقع بصراحه. طب واستكمالا للجهود يعني الواقع يتكلم طبعا، يتكلم جدا، ده بينطق، انا شايف قدامي وابن عارضها. واضح وضوح الشمس. يعني المكون اللي كان مهم برضه وكان وشايفين فيه توجهات الدوله فيها ايه الفتره الحاليه والقادمه، هو جذب الاستثمار وتشجيع الاقتصادات الناشئه واللي هم الستارت ابس. ايوه. كان لازم نروح لزور المجمع الصناعي، ده احد الصروح الكبيره اللي موجوده، تكلفته مليار و200 مليون جنيه، يعني حاجه ضخمه جدا، ما بين مجمع ورش صغيره للشركات الناشئه والصغار المستثمرين اللي عايز يعمل ورشه لتجميع نباتات طبيه وعطريه، يعمل تجميع زراعي، الحاجات البسيطه الصغيره او صناعات معدنيه صغيره، كل دي ورش تصلح لهذا.
وبجانبها على طول في مجمع هناجر كبير للي عايز يعمل مصانع اكبر على سكيل اكبر. فكل ده يعني هيطرح ان شاء الله في مطلع شهر اكتوبر اللي جاي بعد انتهاء كافه اعمال الموقع. دي حاجه يعني غايه في الروعه. هتبقى المجمعات الصناعيه دي يا دكتور في المنطقه دي بس ولا في اكتر من منطقه في الفيوم؟ المنطقه دي تحديدا هي دي اتعمل فيها المجمع الصناعي ده. ده يعني تنفيذه الحمد لله كان يعني يعتبر انجاز للدوله وتحدي كبير انه ينجز في الوقت اللي تم تنفيذه فيه وانتهائه بالكامل. وان شاء الله زي ما قلت لحضرتك انه هيطرح خلال شهر اكتوبر. كان في برضه من ضمن المكونات المهمه هو الاسكان البديل اللي في قلب مدينه الفيوم. كان في احد الاراضي الغير مستغله بالكامل وتم انشاء 1100 وحده على مستوى راقي جدا وهتطرح قريبا للمواطنين ان يقدروا يستغلوها وتبقى ده مشجع لاهالي الفيوم ان ينطقوا قريبا يعني قريبا يعني على امتى كده يا دكتور؟ يا فندم؟ قريبا دي ممكن تبقى على امتى كده؟ ادلنا بشرى. الاسكان معدلات الانجاز في الموقع بتاع العمارات يتخطى 90%. احنا بنتكلم برضه في اسابيع او يعني تحديدا امتى يعني بانتهاء كافه الاعمال اللي موجوده فيها. احنا كلها حاجات يعني فاين تاتش يعني خلاص احنا بنتكلم برضه في اللمسات الاخيره في المشروع. يعني العمارات كلها انتهت بالكامل، مرافقها بتتوصل حاليا، خلاص يعني التجهيز الاخير للافتتاحات يعني. لا احنا كده بقى نيجي الفيوم نتفرج يا دكتور. لازم يا فندم، المشهد فعلا بيتغير في الفيوم ولازم برضه المشاهد يبقى معانا واهالينا يبقوا معانا. طبعا اذا كان التغيير طال عدد من الاماكن هو جاي للاماكن اللي بعدها تباعا. الميراث ليس بالقليل، ولكن في عزيمه واصرار ان احنا نغير اللي كان موجود ان شاء الله يعني. بس زي ما كنت بقول لحضرتك يا دكتور لما كنا بنتكلم في التليفون، انا باجي على غدا، انا اقل من اكله غدا دسمه فيوميه من بتاعه زمان ما اقدرش. ايجابي وهيفضل ايجابي ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. باذن الله باذن الله يا دكتور، ربنا يوفقكم دايما باذن الله للي فيه مصلحه الناس. الف 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 شكر ليك دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم.